سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح تابع فيه جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية. وجه سيادة الرئيس بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. أيضا امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اجتماع تابع فيه تطوير وتنمية جزيرة الوراق، ووجه سيادته بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية اللي عندهم خبرة ناجحة في العمل الميداني الخدمي والمجتمعي، وده علشان يحصل تعزيز لجهود الدولة لتطوير العمراني لجزيرة الوراق وتزويدها بالخدمات المتكاملة وكمان تلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول تطوير وتنمية جزيرة الوراق، وقد وجه السيد الرئيس بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة في العمل الميداني الخدمي والمجتمعي لتعزيز جهود الدولة للتطوير العمراني لجزيرة الوراق وتزويدها بالخدمات المتكاملة في إطار تخطيط هندسي حديث ومنظم، وكذلك تدقيق وحوكمة البيانات على أرض الواقع لتنفيذ التطوير على الوجه الأمثل ولتلبية احتياجات وطلبات الأهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصلة. وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمخطط الاستراتيجي لتطوير وتنمية جزيرة الوراق، لا سيما ما يتعلق بإنشاء الأبراج السكنية الحديثة بوحدات صغيرة وكبيرة المساحة، فضلا عن جهود رفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة خاصة أعمال الكهرباء ومد مسارات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائي، إلى جانب أعمال تغذية المياه والصرف الصحي وكذلك تصميمات شبكة الطرق الداخلية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب عصام الشيخ مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة. الاجتماع تناول استعراض جهود توفير المعدات والآلات الخاصة بالمشروعات القومية التنموية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود توفير الآلات والمركبات مختلفة الاستخدامات لصالح عملية التنمية الشاملة في الدولة، موجها سيادته بالتوسع في جهود توطين صناعة الآلات والمعدات الثقيلة بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار استراتيجية التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف استراتيجي وفقا لمعايير الجودة العالمية. أيضا امبارح كان في مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت زي الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وده كان حول نتائج لقاءاتها خلال قمة المناخ، وكمان نفي الحكومة للشائعات اللي ترددت بخصوص تقليص الدعم التمويني وده بيتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتم نفي الكلام ده تماما. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لاستعراض نشاط الوزارة في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 واللي اختتم فعالياته في مدينة شرم الشيخ. خلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي نتائج لقاءاتها المكثفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين واللي تم خلالها بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشتركة ودفع رؤية التنمية الوطنية وجهود التحول الأخضر في مصر.
امبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت بخصوص اعتزام الحكومة تقليص الدعم التمويني تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد المركز على انتظام صرف المقررات التموينية لأصحاب بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل وبما يعادل القيمة المخصصة ليهم من الدعم البالغ قيمتها 50 جنيه شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية دون أي اقتطاع أو انتقاص، بالإضافة إلى الاستمرار في تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية اللي بتتراوح ما بين 100 ل 300 جنيه، والمستفيد بيها 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية حتى 30 يونيو المقبل. امبارح نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف جديد بعنوان مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر الأحدث من نوعه في العالم. الانفوجراف بيوضح أبرز المعلومات عن مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء في مصر، واللي بيعتبر أحد أهم المشروعات القومية اللي تم افتتاحها في أكتوبر اللي فات، ومقام على مساحة 35 فدان بتكلفة حوالي 4 مليار جنيه. المشروع بيستهدف إنشاء مجمعات صناعية جديدة وتوفير عملات أجنبية بتصدير الفائض، ده غير تطهير الشواطئ المصرية من المواد المشعة الضارة، وكمان توفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك إنه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بيرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة قاموا بجولة تفقدية لمقر القيادة الاستراتيجية، وده في إطار المتابعة الميدانية اللي بتقوم بيها القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة المنشآت والمباني الجديدة بمقر القيادة الاستراتيجية. أما في المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي منها تمويل أكثر من 10,000 مشروع لشباب الخريجين في محافظة إنا، بالإضافة إلى تطوير 26 مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة وصلت 177 مليون جنيه في دمياط. أيضا هناك ارتفاع في حركة تداول البضائع في ميناء الإسكندرية بزيادة قدرها 35%، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من قنا اللي تم فيها تمويل 10,275 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة بإجمالي 364 مليون و 398 ألف جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وده خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر اللي فات. في البحر الأحمر تم افتتاح فرع مكتبة مصر العامة في مدينة القصير، وده بعد نجاح التشغيل التجريبي والإقبال الكثيف من المواطنين المحبين للقراءة والثقافة. المكتبة بتضم العديد من الأنشطة المختلفة وبتمثل منارة تعليمية وتثقيفية. في الوادي الجديد أعلن الدكتور جمال حسن وكيل قطاع التربية والتعليم بالمحافظة انتظام الدراسة في 3 مدارس جديدة بالفرافرة دخلت الخدمة السنة دي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في أسوان تابع المحافظ اللواء أشرف عطية الأعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبري السيل العلوي للسيارات والمشاة، واللي تم إنهاء 70% منه. الكوبري هيساهم في القضاء على مشكلة الاختناق المروري أمام مزلقان السيل الجديد. في دمياط نجحت مبادرة حياة كريمة في تطوير 26 مدرسة بإجمالي 342 فصل دراسي بتكلفة مالية تقديرية 177 مليون و290 ألف جنيه بالقرى الأكثر احتياجاً. في الإسكندرية شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايد ملحوظ في أغلب أنواع البضائع خلال شهر أكتوبر اللي فات مقارنة بشهر أكتوبر 2021، وتصدرت البضائع العامة طليعة البضائع اللي شهدت ارتفاع كبير بواقع 35%. في شمال سيناء حددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة 10 فروع لبيع الرز للمواطنين بمدن وقرى المحافظة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وده من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة إدارة تجزئة شمال سيناء. في المنوفية تابع المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وقال الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة
إنه تم تحصين 50,382 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام من أول انطلاق الحملة لحد دلوقتي. في الإسماعيلية أطلقت وزارة العدل سيارة توثيق متنقلة في المحافظة، وده في إطار حرص الدولة على تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المجالات بسهولة ويسر.